قد ذاب قلبي في صوت الأذان كالطير في عدن من فك يرقى. قد كنت تقيا في الأمس كله وهدوت من بعد سماعه أتقى. يا نبض إيماني ومبعث راحتي يسري بها الشوق غربا وشرقا. قد بات سطحه بالنفس نشوة إن غاب صارت النفس تشقى. على تقاطعات الشوارع وحول الميادين وفي الحدائق وفي كل منطقة وحي من أحياء الشارقة يوجد أكثر من مسجد يتيح لكل مصل أن يصلي صلواته في أوقاتها وتحت أي ظرف من الظروف. يطلق على المساجد أسماء وألقاب، فبعضها اتخذ له اسم خليفة أو صحابي أو صحابية أو عالم أو أسماء معاصرة لمن سطروا أسماءهم في مجالات أعمالهم. وفي الشارقة وتخليداً لأسماء ضحت بأرواحها في سبيل الله وسبيل حماية الوطن، أطلقت أسماء الشهداء على عدد من المساجد، منها مسجد الشهيد سلطان بن هويدن الكتبي رحمه الله وأدخله الجنة مع الأنبياء والصديقين، الذي استشهد عام 2015 مسطراً أروع صور التضحية والبطولة والفداء في خدمة دينه ووطنه، حتى ارتقى إلى ربه شهيداً خلال أداء واجبه الوطني. يعتبر مسجد الشهيد سلطان الكتبي من أكبر المساجد في مدينة الذيد مسقط رأسه، وحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على أن يفتتح المسجد بنفسه وأن يدعو للشهيد وكل شهداء الوطن بأن يغفر الله لهم ويدخلهم فسيح جنانه. اسم سلطان بن محمد بن هويد يضع كلمة رحمه الله، والدوار كذلك يترحم، وفي المسجد يترحم، وكل من صلى في هذا المسجد يترحم عليه ويدعي لأولاده إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخوتنا الأفاضل وأخواتنا الفضليات، معكم الإمام أجا أعمر سيد أحمد إمام مسجد الشهيد سلطان بن هويد الكتبي غفر الله له ورحمه، والذي يقع بمنطقة الطيبة بمدينة الذيد. وكان مسجدنا هذا من بين المساجد الكثيرة التي تم افتتاحها سنة أو عام 2020، وكان من المساجد التي صلى فيها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه وأطال في عمره، معلنا بذلك افتتاح هذا المسجد المبارك ومدى اهتمامه بذكرى الشهداء وتخليدهم. هذا المسجد ومعظم مساجد الشارقة بنيت حسب الطراز المعماري الفاطمي، لما يمتاز به هذا الطراز من جمالية وتناسق في الأحجام والأشكال والأنواع وتنوع الزخارف ذات الطابع الإسلامي الجميل. بلغت تكلفة إنشائه أكثر من 21 مليون درهم، ويتسع ل1850 مصلياً ومصلية. بنى هذا المسجد على مساحة أرض تصل إلى 1830 متراً مربعاً، وتعلوه مئذنة يصل ارتفاعها إلى 72 متراً، وتمتاز كمآذن الطراز المعماري الفاطمي بأنها ذات قوام رشيق، وكما هو واضح فهي من المآذن الطويلة، وشيدت على الجانب الأيمن من المسجد على قاعدة طولية مربعة الشكل. يعلو هذا الجزء شرفة بارزة استخدمت المقرنصات لدعم هذا البروز، ومن وسط الشرفة تمتد المئذنة متخذة الشكل الدائري الإسطواني المزخرف. أما القبة الرئيسية فهي من القباب الكبيرة، وأقيمت على قاعدة مثمنة الشكل بقطر يصل إلى 18 متراً ونصف المتر، وارتفاعاً عن الأرض يصل إلى 32 متراً. النبي صلى الله عليه وسلم: القتلى ثلاثة، رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو وقاتلهم حتى قتل، فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله إلا النبيون بدرجة النبوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لمئة درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيله. بمكرمة من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الإنسانية، الحاكم الذي أكرم الحي وأكرم الميت، فكانت من مكارمه هذه التحفة المعمارية لمدينة الذيد، وهي إهداء لروح هذا الشهيد سلطان بن محمد بن هويدن أن تبرع له بمسجد في مدينة الذيد. وكان هذا المسجد صار من معالم مدينة الذيد، فنحن نقدم له الشكر والعرفان على هذه المكرمة الذي أعطانا إياها لروح فقيدنا الغالي.
أيضا لا ننسى أن هذا العمل أيضا أعطى مكرمة لجميع شهدائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين ضحوا بحياتهم إكراما لهذا الوطن ولقيادة هذا الوطن، فلم ينسوا حكامنا هؤلاء الشهداء الذين تم إكرامهم على مستوى الدولة. فكان هدية من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة لروح الشهيد سلطان بن هويدن هذه التحفة المعمارية في مدينة الذيد، وهو المسجد الذي سمي باسمه مسجد الشهيد سلطان بن محمد بن هويدن رحمه الله. فكان من مقولات الشيخ سلطان جزاه الله خير أن قال: كل من يمر ويصلي في هذا المسجد يترحم على هذا الشهيد. فهذه الحمد لله ميزة لم توجد في أي دولة، إكرام الحكام لرعاياهم كان حيا أو ميتا. نشكر سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على هذه المكرمة الذي أهداها لنا نحن كعائلة الشهيد سلطان بن هويدن، والذي لم ينسى أن كرم الحي والميت وأيضا كرم عوائلهم الموجودة. فهذا يعتبر من حسن خاتمة هذا الرجل الذي توفى دفاعا عن هذا الوطن ودفاعا عن راية هذا الوطن في ميدان العز والكرامة. هناك عدة مداخل للمسجد، أكبرها المدخل الرئيسي الذي أقيمت بواباته الخارجية على مجموعة من الأعمدة الرفيعة تعلوها أقواس دائرية ومدببة أحيط بها زخارف ومقرنصات متكررة الشكل والحجم، وتم تغطية السقف بالقرميط الأخضر. أما النوافذ الموزعة على جدران المسجد فقد تم زخرفتها بزخارف هندسية وأرابيسك، وفتحاتها متنوعة الأشكال والأحجام، أحيط بعضها بأقواس مقرنصة مدببة الشكل بمشربيات ذات جمال أخاذ. تنفتح الأبواب على بهو الصلاة الرئيسي الذي يعتبر آية في الجمال، بنته أيد ماهرة، وفور الدخول والسير في هذا البهو يتولد مزيج من مشاعر الروحانية والإيمان، فكل شيء في المسجد معد بإتقان ليدخل المصلين في حالات من السكينة والخشوع، فهو بحق معلم ديني وحضاري. استخدم المهندسون والمصممون مختلف طرق وأساليب البناء، حيث نجد الأعمدة والأقواس والقواطع والأشكال الهندسية والزخرفية المتنوعة في كل مكان وزاوية وجدار. الحمد لله أنا كنت طالع في هذا اليوم من البيت عشان أني أصلي إن شاء الله في الذيد، ما كنت متوقع أني أصلي في هذا المسجد، فكانت أمنيتي أن أصلي في هذا المسجد، والحمد لله الله حقق هذه الأمنية وصليت في هذا المسجد، ووجدت هذا المسجد ما شاء الله المعماري الضخم الذي الحمد لله أنا أشوفه من خيرة مساجد ما شفتها في هذه الإمارة. فهذا من فضل الله ومن ثم فضل الشيخ سلطان، الله يطول في عمره ويحفظه ويخليه لنا إن شاء الله ظهر. فهو ما قصر فينا في كل صغيرة وكبيرة، وبالذات على بيوت الله، وكذلك اهتمامه بالشهداء. الله يرحم شهدانا إن شاء الله، شهداء دولة الإمارات وشهداء المسلمين كلها، وكذلك ما قصر في الشهداء. فالشهداء أنا أعرف هذا الشخص الذي بني عنه هذا المسجد أنه رجل من خيرة الرجال، وأهله كذلك وأزرته وينعم فيهم صراحة، والله يطول عمر الشيخ سلطان. عناصر كثيرة تلفت الانتباه في مسجد الشهيد سلطان الكتبي، منها
الأعمدة التي أقيم عليها السقف والقبة الرئيسية، وهي أعمدة امتزجت فيها الأشكال الهندسية ما بين الشكل المربع وأنصاف الأعمدة الدائرية، بنيت كلها على قاعدة متقاطعة. تعلوها تيجان مدعمة بمقرنصات أقيمت عليها إطارات رخامية دائرية وجدران مساعدة لتتحمل أوزان الجسور والقواطع التي بني عليها السقف والقبة. القبة آية من آيات الجمال والفن المعماري الإسلامي، أقيمت على عدد من الأعمدة الضخمة، وتم الانتقال من الشكل المثمن في قاعدتها بشكل تدريجي إلى الشكل الدائري بدقة متناهية. تم تزيين أضلاع المثمن الكبيرة بآيات من صورة آل عمران. تستريح العين ويخشع القلب بمجرد النظر إلى آيات الجمال التي تتمثل في التصاميم المتداخلة في جميع أرجاء المسجد، ومنها السقف الذي تتعدد فيه التكوينات والزخارف الهندسية والنباتية والقناطر والجسور. مسجد الشهيد سلطان الكتبي مثال لكيفية التعامل مع الجدران جمالياً ونفعياً، حيث تم الاستفادة من كل المساحات. فالجدران بداية من اختيار اللون الفاتح المريح للعين، إلى النوافذ ذات التصاميم المميزة بزخارف الأرابيسك والأشكال الهندسية المتنوعة، مع إضافة أعمدة جانبية رفيعة عطت الجدران والنوافذ مزيداً من جمال التكوين. وتم توزيع الزخارف الجصية والآيات القرآنية وأسماء الله الحسنى المنقوشة بحرفية وجمال فائق على الجدران، فزادتها جمالاً وأبعاداً روحانية. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم أحمد سعد من جمهورية مصر العربية، مقيم بالشارقة من سنة 2002. أحب أشكر العاملين على خدمة المساجد في الشارقة. بسم الله ما شاء الله، توافر كل الخدمات وكل التسهيلات اللي بيقدموها للمصلين على مدار الصلوات الخمس، وخصوصا في شهر رمضان الكريم. أنا من رواد المسجد وبصلي فيه، وبسم الله ما شاء الله، يعني العمارة في المسجد والزخارف والنظافة المستمرة والدائمة في المسجد بتجعلني أشعر بخشوع في حين الصلاة، وخصوصا بسم الله ما شاء الله أخص بالشكر الدكتور سلطان القاسمي لاهتمامه بالمساجد وجعل الشارقة مدينة متميزة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. من المميزات المتفردة في هذا المسجد محرابه الذي يتوسط جدار القبلة. والمحراب كما تعلمون وكما تعرفون أصبح اليوم من أهم عناصر وأركان المسجد، حيث يعرف أي مصل يدخل المسجد إلى اتجاه القبلة، وحيث يقف الإمام فيه كذلك منفرداً إماماً مصلياً بالناس. آيات من الجمال تمثلت في المحراب الذي يمتاز بالطول وباستخدام كافة أنواع الزخارف الهندسية والنباتية. وأقيم تجويف المحراب على عمودين من الرخام يعلوهما تاج مذهب أقيم عليهما القوس الدائري للتجويف، الذي كسي بزخارف هندسية رخامية. يحيط بتجويف المحراب إطارات مزينة بأشكال نباتية
وآيات قرآنية وبروزات على شكل شعاع يحمل بعدا إيمانيا. تلعب الإضاءة ومصادرها المتنوعة دورا في إضفاء أجواء إيمانية وراحة نفسية للمصلين. وهنا في هذا المسجد تمازجت الإنارة الطبيعية والمصابيح الكهربائية في إضفاء هذه الأجواء، فالثريا الكبيرة التي تتدلى من قبة المسجد تنشر الضوء من مصابيحها المتعددة، وكذلك الثريات الصغيرة المنتشرة على الجدران والسقف، إضافة إلى الضوء الذي يدخل من خلال النوافذ. مسجد الشهيد سلطان بن هويد الكتبي رحمه الله تتوفر فيه جميع الخدمات اللازمة، وهو من المساجد التي تحتوي على مكتبة متخصصة بعلوم الدين، فيمكن لكل مصل مار من شارع الشهيد سلطان ومنطقة الشويب وكل سكان منطقة الذيدي والأماكن المجاورة لها، يمكن تزويدهم بالمعلومات والأمور الدينية من خلال كتب المكتبة المتعددة، فهي تحتوي على مئات الكتب التي هي متخصصة في علوم التفسير والحديث والشريعة والعلوم الاجتماعية والأسرية المنطلقة من ديننا الحنيف الوسطي. سلطان بن هويدن الكتبي اسم وشهيد ومسجد ودعوات يومية تخرج من أفواه المصلين في هذا المسجد بأن يغفر الله له ويجعل مأواه الفردوس الأعلى من الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. قد ذاب قلبي في صوت الأذان كالطير في عدن من فك يرقى قد كنت تقيا في الأمس كله وهدوت من بعد سماعه أتقى يا نبض إيماني ومبعث راحتي يسري بها الشوق غربا وشرقا قد بات سطحه بالنفس نشوة إن غاب صارت النفس تشقى.